روح لمعسكر النادي الاهلي الممتد واللي يمكن استمر 6 ايام، اعتقد انها كانت فرصه كافيه جدا لمعالجه كتير من الاخطاء، لمراجعه الحسابات، لتصحيح المسار، واعتقد طبعا انه لاعبتنا والجهاز الفني استفادوا من ده بافضل شكل ممكن. محمد توفيق زميلنا موجود في مقر اقامه النادي الاهلي قبل ساعات بسيطه او قليله من المواجهه. خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق ونعرف اخر اخبار المعسكر واستعدادات الاهلي لمواجهه النهارده. محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي برنامج السلسه في كل مكان ولكل جماهير النادي الاهلي بتتابعنا. اهلا وسهلا بيك محمد. يعني طبعا ما فيش شك ان كل ماتشات النادي الاهلي، سواء كنت بتكلم على ماتشات في بطوله افريقيا او ماتشات في حتى في البطولات المحليه، بيبقى في درجه تركيز في اعلى مستوياتها، لكن اعتقد ان اللقاء ده لقاء وفاق الصيف النهارده ليه اهميه خاصه، وخصوصا بعد النتائج الاخيره اللي حققها النادي الاهلي، فبالتالي مفترض انه الحاله النهارده تكون مختلفه عن اي مباراه مهمه خاضها النادي الاهلي قبل كده. عايزك تنقل للناس وتطمن الناس الصوره من داخل معسكر فريق النادي الاهلي. في البدايه زميل عزيز احمد، عايز اؤكد على الكلام اللي انت قلته في مقدمتك، يمكن ده نفس الكلام اللي قاله نصا مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه امس. اتكلم طبعا عن التركيز في المباراه وعن قوه فريق وفاق الصيف منافس الاهلي النهارده في مباراه الذهاب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، انه فريق بيلعب كره هجوميه خاصه خارج ارضه، وده طبعا اللي شفناه في مباراه الترجي في مباراه العوده. اتكلم كمان على ان الكوره بتدي بس اللي بيديها في الملعب، ما بتعترفش بالتاريخ او بالفروقات التاريخيه ما بين الفرق، ولكن اللي بيلعب في الملعب واللي بيكون معاه التوفيق والاكثر حظا في خلال ال 90 دقيقه هو اللي بيبقى الحائز على الفوز او بيحقق النتيجه الايجابيه في النهايه. عايز اكلمك بقى عن حاله التركيز اللي كنت لسه بتكلم عليها زميل عزيز احمد، يمكن حاله كبيره جدا من التركيز خاصه لصعوبه المباراه. ما فيش فريق بيوصل للنصف النهائي هيكون فريق سهل او فريق سهل المنال، لا بالعكس جدا، فريق لو فاق الصيف سواء في المباريات اللي عملها في المجموعه وانه فاز باكثر من مباراه خارج ارضه، وكمان اخرها مباراه الترجي في دور الثمانيه، ده طبعا في حسبان الجهاز الفني للفريق واللاعبين، وطبعا بيتكلموا في كل هذه النقاط. يمكن مستر بيتسو موسيماني كمان قال ان هو بيدرس كل لعيب ويعني امكانياته الفرديه قبل الجماعيه، كل لاعب على حده، ودوت وراه للاعبين سواء في محاضره الفيديو اللي سبقت مران الامس الاخير او كمان النهارده في المحاضره الفنيه اللي لسه منتهيه حالا من اقل من 10 دقائق. لكن عاوز اقول لك اهم ما حدث، يعني ان فور انتهاء المحاضره يمكن الجهاز الفني بالكامل خرج وبقى اللاعبين بس في غرفه المحاضرات. كان في جلسه خاصه ما بين محمد الشناوي كابتن الفريق وكباتن الفريق واللاعبين الكبار وباقي اللاعبين. يمكن اللاعبين حاله كبيره جدا من التركيز، زي ما قلت لك مباراه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراه مش سهله بالمره، منافس قوي، منافس تخطى كثير من الصعاب طبعا في احداث مفاجآت، فطبعا النهارده انت عايز تلعب علشان يعني تتفادى انه يحصل مفاجاه في المباراه. وزي ما انت قلت سيناريو مباراه الرجاء اكيد حاضر واللاعبين مركزين عشان يكون النتيجه افضل ويكون الحسم يا رب باذن الله بنتيجه ايجابيه في المباراه الاولى، خاصه انك عندك مباراه صعبه تاني بعد اسبوع في الجزائر. يمكن السمه المميزه يا احمد للمعسكر، طول معسكر طويل وكان فيه طبعا كلام كتير ان اللاعبين مركزين جدا، اللاعبين بيتكلموا مع بعض كتير جدا، بيشدوا من اذر بعض، يمكن اللاعبين كلهم قلبهم على قلب بعض، وده واضح جدا في زياره عمرو السوليه واحد من اهم اللاعبين واهم الغيابات اللي النهارده عن مباراه وفاق الصيف طبعا للاصابه، ولكن كان حريص انه يكون متواجد مع زملائه، يتكلم معاهم، يشد من ازرهم بوصف واحد من كباتن الفرقه. كل اللاعبين والجهاز الفني مدركين مدى صعوبه هذه المباراه، زي ما قلت لك مباراه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراه توصلك مباراه نهائيه، استحاله تكون مباراه سهله، خاصه ان كل الفرق او اضلاع المربع الذهبي كلهم فرق قويه. طبعا شفنا يمكن المباراه الاولى كمان اللي كانت ما بين بترو اتلتيكو الانجولي والوداد المغربي، يمكن اللاعبين والجهاز الفني يعني مركزين لدرجه ان هم ما رضوش يتفرجوا على المباراه. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ كان في وقت تناول وجبه الغداء كانت المباراه شغاله، كابتن سيد يعني فضل ان كل اللاعبين والجهاز الفني يركزوا في مباراه اليوم، ما يتابعوش مباراه اللي كانت شغاله في وقت الغداء اللي هي بتاعت بترو اتلتيكو والرجاء او الوداد البيضاوي. طبعا ده ضمن حاله التركيز الكبيره جدا، اللاعبين الجهاز الفني مدركين اهميه المباراه، مركزين جدا، مركزين ان هم يسعدوا كل جماهير النادي الاهلي. زي ما انت قلت يمكن النتائج في اخر كام مباراه في الدوري خاصه ما كانتش افضل حاجه، ده طبعا حافز ويعني حمل كبير على اللاعبين مصممين النهارده ان هم يصالحوا جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله تزين جنبات ملعب الاهلي والسلام، وتكون النهارده من افضل واهم العوامل المحفزه زي اللاعبين وفي ظهرهم. يتبقى بس يا احمد زي ما قلنا يمكن التوفيق اللي غاب شويه عننا في ماتش الرجاء الاولاني هنا، كنا ممكن نحسبه بنتيجه عريضه، ان شاء الله يكون التوفيق مع اللاعبين النهارده إن شاء الله. ويقدروا باذن الله بعزيمتهم واصرارهم وجهدهم وجهد كل لاعبي النادي الاهلي ودعوات الجماهير ان شاء الله ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه تساعدنا كتير جدا في مباراه العوده بعد اسبوع ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق من داخل مقر اقامه النادي الاهلي في معسكره استعدادا لمواجهه وفاق الصيف النهارده. وخليني